السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الدرس التاسع، الصف الأول الإعدادي، بعنوان النماذج والاستعلامات Forms and Queries. إيه النماذج وإيه الاستعلامات؟ الحصة اللي فاتت أخذنا كيفية إنشاء جدول باستخدام برنامج مايكروسوفت أكسس اللي هو برنامج قاعدة البيانات. النهاردة إحنا عاوزين نعمل من قاعدة البيانات اللي إحنا عملناها أو الجدول، عاوزين نعمل منه نماذج. يعني ايه نماذج؟ هنشوف دلوقتي. ويعني ايه استعلام؟ طيب يعني ايه كلمه نماذج او فورم؟ النموذج او الفورم عباره عن واجهه، حاجه كده رسوميه او حاجه كده بشكل جمالي نقدر ان احنا نتعامل مع البيانات الموجوده داخل قاعده البيانات او البيانات الموجوده داخل الجدول اللي احنا عملناه، او ممكن نقول عليها عباره عن شاشه تعرض معلومات معينه او محدده داخل قاعده بيانات زي دي كده. ده فورم اهوت. ببدأ هنا، أنا عاوز مثلا في الفورم هنا إن أنا عاوز نتيجة مثلا أو عاوز بيانات معينة، أقدر إن أنا أضيف بيانات. وبالتالي إن أنا هنا أهمية النموذج بيستخدم فيه إدخال أو تعديل أو حذف المعلومات. يعني أنا ممكن أضيف للجدول اللي إحنا عملناه قبل كده من خلال الفورم، يبقى هنا ممكن أضيف من خلال حاجتين، ممكن أضيف من خلال الجدول نفسه، وممكن إن أنا أعمل إضافة من خلال إيه؟ النماذج أو الفورمز. يبقى النموذج او الفورم عباره عن ايه؟ واجهه رسوميه، يعني شكل جمالي كده والها ازرار اغلاق وازرار تكبير وتصغير وكلام من ده، مصممه عشان اتفاعل مع البيانات الموجوده في قاعده بيانات، في قاعده بيانات اللي هو في داخل الجدول، او شاشه تعرض معلومات محدده من قاعده بيانات. يعني مش شرط ان هي تكون دي كل البيانات الموجوده داخل الجدول، لا، ده ممكن اكون مختصر على مجموعه من البيانات بس. طيب بستخدم النماذج فين؟ بستخدمها في عمليه الادخال، أدخل بيانات أو أعدل بيان معين، أنا كاتب اسم فيه غلطة أو حاجة فأعدله، أو إن أنا أحذف بيانات بطريقة إيه؟ منظمة أو سهلة أو بطريقة بسيطة جدا. طيب إزاي إن أنا أنشئ بقى نموذج؟ وهنا الجزئية ديت يعتبر جزئية عملي في امتحان العملي معاك، يقول لي مثلا اذكر خطوات إنشاء نموذج أو أعمل أو أنشئ نموذج باستخدام برنامج إيه؟ مايكروسوفت أكسس. طب ازاي ان انا انشئ نموذج بقى؟ طبعا عشان انشئ نموذج لابد ان انا يكون عندي جدول. فاحنا الحصه اللي فاتت اخذنا ان انا عندي التيبل اللي اسمه ايه؟ درجات الطلاب، تمام؟ طيب يبقى انا اول حاجه هقف على ايه؟ التيبل ده. طيب بعد كده هاجي هنا على القايمه او علامه التبويب اللي اسمها كرييت او انشاء. يبقى هنضغط على التبويب انشاء، وبعدين هنا انا عاوز انشئ ايه؟ فورم. انا عندي هنا اكتر من طريقه لانشاء الفورم. هنا لو جينا نبص كده هنلاقي هنا مكتوب فورم اللي هو انشاء النموذج، او فورم ديزاين، انشاء النموذج في وضع الديزاين او وضع التصميم. وضع التصميم ده بقى انت اللي بتبدا تختار وتشوف الشكل بتاع الفورم وكلام من ده، لكن المقرر عليا ان انا اختار اللي هو الامر الايه الاساسي اللي هو الفورم العادي، تمام؟ يبقى انا هنا عشان انشئ جدول رقم واحد بفتح اللي هو البيان الجدول بتاعي، بشوف الجدول بتاعي. طيب بعد كده بيجي هنا على علامة التبويب اللي اسمها كرييت أو إنشاء، بضغط على الأمر اللي اسمه فورم. طيب تعال نشوف الحتة دي اتعملت زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا أنا عندي أهوت الجدول الطلاب، أنا ضغط هنا، أنا عندي جدولين. طبعا لازم إن أنا بحدد الجدول اللي أنا هشتغل من خلاله، وبالتالي أنا ضغطت على جدول الطلاب أهو، تمام؟ طيب بعد كده هندخل في علامة التبويب اللي اسمها إيه؟ كرييت أو إنشاء أو، هنضغط على كرييت. هلاقي هنا انا عندي اهوت، انت عاوز تشتغل على ايه؟ على الفورم، على النماذج. هتلاقي هنا فورم او اللي هو النموذج، ولا فورم ديزاين اللي هو نموذج ايه؟ وضع التصميم. هقول له انا عاوز الفورم، هضغط على علامه الايه؟ فورم. طيب بص كده، اول ما عمل جاب لي اهوت الايه؟ الفورم اهوت. ايه ده؟ قال لي رقم واحد الاي دي اللي هو رقم واحد، امين الضريبي، درجه العربي كذا، درجه الانجليزي كذا، درجه الايه؟ الكمبيوتر كذا، تمام؟ ايوه. طب فين الباقي؟ هنا بقى نيجي ننزل تحت هنا على الشريط اللي قدامك ده. الشريط ده هو اللي بيتم التنقل. هنا بص كده بيقول لي من واحد لعشرة، يعني انت عندك 10 حقول شغال عليها، تمام؟ وبالتالي طب عاوز اتنقل، وبالتالي بص كده عندي اللي هو الزر ده اللي هو عباره عن ايه؟ نيكست ريكورد اللي هو السجل التالي اللي بعد ده. اضغط رقم 2، رقم 3، 4، 5، 6. طيب يا عم انا عاوز اوصل لاخر سجل، يبقى هضغط على ايه؟ لاست ريكورد. لاست ريكورد، بص كده
10 من 10، ادي رقم 10 اهوت، وادي جاب لي البيانات. طب لا انا عاوز انتقل لاول سجل فيرست ريكورد. اه بص، السهم هنا رايح على ايدك اليمين اللي هو الفيرست، السهم اللي رايح على ايدك الشمال دي اللي هو اللاست اللي هو الاخير. اه لما نضغط على الفيرست كده، اه احنا مديني هنا ايه؟ واحد. طب بص كده، لما انا اجي اعمل، طبعا في الكتاب انا عندي بس اللي هم مديني الثلاث ايقونات، اللي هو ده اللي رايح على ايدك الشمال، السهم رايح على ايدك الشمال اللي هو النكست التالي، اللي هو على ايدك الشمال بس فيه شرطه اللي هو كده، ده نكست، اللي هو كده كده، ده عباره عن اخر سجل لاست ريكورد، اللي هو كده ناحيه اليمين كده ومعمول عليه كده، ده اللي هو الفيرست ريكورد اول سجل. طيب ما انت عندك فيه هنا واحده كمان اهيت، اللي هو الشكل ده اللي هو سهم كده، ده اه ده اللي هو عباره عن ايه؟ السجل السابق البريفيوس، اللي هو السجل اللي قبل اللي احنا واقفين عليه ده. تعال نضغط عليه كده، هبص كده دي رقم 4، لما اضغط عليه اداني 3، اضغط عليه 2 يبقى دي ها 1 1، نمشي 1 كده لاست وبريفيوس اللي هو السجل السابق، او ان احنا نعمل الفيرست واللاست اللي هو الاخير. تمام، يبقى دي عشان نتنقل، الشريط ده عشان خاص بايه؟ التنقل بين الايه؟ الحياه بتاعتنا او الاوامر بتاعتنا. يبقى ده شريط التنقل اهو تاني، ادي الايه؟ المعاملات اللي عندي بتاعتي، اللي هو السهم اللي رايح على ايدي اليمين ده اللي هو ده اللي هو الفيرست، ده اللي رايح على ايدك الشمال قدامه الشرطه اللاست ريكورد، ده اللي هو سهم فقط رايح على ايدك الشمال ده عباره عن ايه؟ النكست ريكورد، ده البريفيوس، بس البريفيوس ده مش موجود في الكتاب. تمام كده؟ طيب ننتقل للجزء الثاني. طبعا كده ده اللي احنا قلناه اهوت، ودي ديت اللي هو الايه اللي احنا شفناه في الواقع العملي، لما اول ما ضغطنا على الفورم راح جايب لنا الايه؟ النموذج بالشكل ده مباشره. هنا دي شريط التنقل اهوت، ادي 1 2 3، لما قلنا على ايدنا اللي هي اليمين اهيت، طبعا هنا اللي هو العرض اللي هنا ديت اللي اوت اللي هو وضع التخطيط، هنا السجل التالي اللي هو النكست اللي هو الناحيه دوت، البريفيوس وهكذا. طيب لو احنا في هنا ملحوظه مهمه، بيقول لي ايه؟ يمكن ادخال البيانات، قلنا انا ممكن ادخل البيانات بقى عن طريق ايه؟ عن طريق الجدول او عن طريق النموذج. يمكن ادخال البيانات عن طريق الجدول، يبقى الجدول انا كان موجود فيه معايا مجموعه من الاسماء، طب انا ممكن برضو لما عملت النموذج ادخل اسماء جديده، وممكن في الجدول ان انا اضيف اسماء جديده، مفيش مشكله. طيب انت بتقول لي ممكن اضيف سجل جديد، ازاي ديت؟ هو مش موجوده في الكتاب، بس بص هذا هنا 1 من 10، تمام، دي بتاع اللي هو اهو، تعال نضغط على اخر واحد كده، هذا 10 من 10 اه رقم 10. طب بص كده، في هنا هو شكل اللي هو سهم بس قدامه اللي هو علامه زي الشمس كده، لو انا ضغطت عليه كده هيعمل لي ايه؟ ريكورد جديد اهوت، وبالتالي اقدر ان انا اكتب فيه البيانات بتاعتي اللي انا عاوزها واكمل واضيف. يبقى انا هنا عشان كده بقول لي ممكن ان احنا نضيف من خلال الجدول او من خلال الايه؟ النموذج فورم، مفيش اي مشكله. طيب ندخل على رقم 3، الاستعلام. يعني استعلام؟ استعلام يعني انا عاوز اجيب جزء معين من قاعده البيانات، مش عاوزه يعرض لي كل الايه؟ البيانات اللي في الجدول او البيانات اللي كانت في النموذج، لا ده انا عاوز استعلم مثلا عن درجات الطلاب اللي جايبين 10 في ماده الكمبيوتر، عاوز استعلم عن طالبه معينه او طالب معين. تمام، يبقى هي ادوات تستخدم للحصول على بيانات محدده في قاعده البيانات. اه بس هنا الاستعلام بتشتغل لما انا اقول مثلا عاوز اللي هو جايب اكبر من درجه او 10 درجات او كلام من ده، يبقى اذا بتشتغل وفقا لكرياتيريا او معايير او شروط معينه. يعني انا بقول له بناء على شرط معين، يبقى الاستعلام ادوات نستخدمها للحصول على بيانات من الجدول او من قاعده البيانات وفقا لمعايير معينه. تمام، طبعا ممكن ان هي برضو تعتمد على ايه؟ حسب البيانات المخزنه جوه، او الحصول على معلومات حسب الاعتماد على ايه؟ البيانات المخزنه اللي هي البيانات الموجوده برضو في قاعده البيانات. طبعا احنا هنستعلم على بيانات طالب او اسم طالب معين، او طلاب حصلوا على درجات معينه زي ما انا عاوز اعرض، مفيش اي مشكله. ها هنا دي كده او ديت قاعده بيانات زي ما احنا شفنا، وهنشوف هنا الاستعلام. هنا عندي اهوت امر اسمه كرياتيريا او المعايير، هاجي احط هنا مثلا في الفيرست نيم بيساوي اسم معين، في الدرجه مثلا بيساوي حاجه معينه، نبدا ان احنا نبحث عن الايه الحكايه دي.
تمام؟ يبقى ديت الايه الامثله بتاعت الايه الاستلام. طيب ازاي؟ هنا ده سؤال عملي. يبقى هنا عندي سؤالين، ثلاث اسئله عملي. رقم واحد كان انشاء النموذج، رقم اثنين اللي هو التحرك بين ادوات النموذج او اللي هو شريط التنقل، رقم ثلاثه دلوقتي اذكر خطوات انشاء استعلام جديد. وهنا طبعا النموذج او الاستعلام لهم اكثر من طريقه ان احنا ننشئ بيهم. يبقى هل يوجد اكثر من طريقه لانشاء الاستعلام؟ صح. هل يوجد اكثر من طريقه لانشاء النموذج؟ اه طبعا صح. طيب الطريقه اللي احنا هنستخدمها في انشاء الاستعلام اللي هي اسمها كيوري ديزاين او وضع تصميم الاستعلام. في وضع المعالج وفي وضع التصميم، احنا هنشتغل على وضع الايه؟ التصميم. طيب دي طريقه بتمكننا بشكل اكبر من ايه؟ من التحكم في تفاصيل الاستعلام. يعني عاوزين نجيب حاجات معينه في الاستعلام عن طريق ان احنا نتحكم فيها. طبعا التحكم بيتم عن طريق الايه؟ المعايير او الشروط اللي احنا قلنا عليها. طب هيتم ازاي؟ برضو اي حاجه في الانشاء في برنامج الاكسس الاكسس بيتم من ايه؟ بيتم من خلال التبويب او علامه التبويب اللي اسمها كرييت او انشاء. تمام؟ هندخل في كرييت او انشاء وهنبدا نختار على طول اللي هو اسمه ايه؟ التصميم الاستعلام او اللي بالانجليزي اسمه كيوري ديزاين. تمام؟ هيظهر الشاشه بتاعتي. طب تعالى نشوف كده. هنا طبعا عندي اهوت ادي التيبل بتاعنا جدول درجات الطلاب، وهنا ده طبعا اللي هو النموذج اللي احنا عملناه الفورم. طيب انا عاوز انشئ استعلام او كيورز، هضغط على كرييت، ادي علامه التبويب كرييت اهي، وهنيجي هنا كان بيقول لي هنضغط عليه تصميم الاستعلام اللي هي كيوري ديزاين. ها تصميم الاستعلام اهي. تمام؟ في هنا برده معالج استعلام. تمام؟ وبالتالي عشان كده قلنا في اكتر من طريق. كان في برده هنا النموذج اللي هو بالويزرد او اللي هو المعالج، وفي اللي هو الديزاين فورم. فاحنا كنا واخدين المره اللي فاتت ايه اللي هو ايه الفورم مباشر. طيب هنا هنضغط على تصميم الاستعلام اهوت، فبيجي يقول لي انت عاوز تعمل استعلام، وهنا ديت حاجه بس مش موجوده في الكتاب. هل يمكن انشاء استعلام من جدول فقط؟ لا، قال لي ممكن ان انا اعمل استعلام من جدول او من استعلام. يبقى ممكن اعمل استعلام يعني اخد استعلم على جزء معين من جوه الاستعلام، زي انت كنت مثلا واخد درجات الطلاب في العربي والكمبيوتر. لا انا عاوز اخد العرب بس او الكمبيوتر بس، يبقى انا هاخدها منين؟ من الاستعلام على اساس ناقص. طب الجدول تمام او كلاهما. طيب انا هجيب هنا اهوت من الجدول اختار درجات الايه الطالب. بص كده هنا عندي اهوت. في بعد كده يبقى احنا بنختار رقم واحد كرييت، التبويب اللي اسمه كرييت او انشاء. رقم اثنين اخترنا كيوري ديزاين او التصميم. رقم ثلاثه اخترنا الجدول. طيب رقم اربعه بعد ما اخترنا الجدول اللي هو بنسميه مصدر البيانات، هنضغط على الامر اللي اسمه اد او اضافه. هبص كده عمل لي ايه هنا؟ اه جاب لي هنا كده الايه؟ الجدول. وبص كده اضاف لي هنا كده استعلام واحد. طب انت لو هنا لو انا عندي اكتر من جدول ممكن في الحاله دي اضغط على الجدول دهوت، لو انا عاوز اضيفه كمان ايه؟ جدول تاني او اعمل استعلام من اكتر من جدول. تمام؟ يبقى ممكن ان انا اعمل استعلام من جدول واحد او اكتر. اهو لسه موجوده اهي بتاع. طب انا خلاص لا استعلام من الجدول ده بس، هعمل ايه؟ اغلاق. طيب قبل هننتقل على طول على الجزء بس نكمل العمل دلوقتي. هنا لو انا هنا في ادي الاستعلام اهوت، هنا الاستعلام اتقسم عندي جزئين، جزء فوق اهوت اللي هو الحته اللي فوق ديت، وجزء هنا اللي تحت. طيب الجزء اللي فوق والجزء لو جينا نبص على الجزء اللي فوق دهوت اهوت، الجزء اللي فوق ده اللي هو عباره عن ايه؟ الجزء العلوي هو جدول مصدر البيانات. دي الجدول اللي احنا واخدينه من هنا، جدول الطلاب او درجات الطلاب اهو. يبقى الجزء الاعلى في الاستعلام اسمه ايه؟ اسمه جدول مصدر البيانات. الجزء الاسفل في الاستعلام اللي هو اللي هنا ده اهو، ده اسمه ايه؟ شبكه تصميم الاستعلام، دي اللي احنا هنصمم فيها الاستعلام بتاعنا. طيب انا هصمم الاستعلام ازاي بقى؟ قال لي والله بص انت عن طريق حاجه، اهم حاجه عندي دلوقتي او الطريقه الاولى ان انا عن طريق السحب والافلات. طريق ايه؟ السحب والالقاء او السحب والافلات. يعني انا عاوز مثلا اعمل ايه؟ درجه العربي، عاوز استعلم عن درجه العربي. بص كده هضغط على درجه العربي كده اهو واسحب وارميها هنا قصاد مين؟ قصاد الحاجه اللي اسمها الفيلد. اه بس هنا اوتوماتيك لما انا ضغطت انا عملت ايه؟ سحبت العربي وحطيتها هنا. هو تلقائيا برنامج الاكسس بيحط اسم الايه؟ الجدول اللي جاي منه. يعني الجدول اللي انا خدت منه درجه العربي دي كان اسمه ايه؟ جدول درجات الطالب، هو اوتوماتيك راح واخدها منها. تمام؟ طيب لو انا خدت درجات الكمبيوتر ممكن اضغط عليها دبل كليك على فكره برضو، بس في الكتاب اللي هو السحب والافلات. وممكن ان انا اقف هنا وافتح القايمه واروح جاي مختار مثلا ايه؟ ادي هنا مثلا كمان الانجليزي
ولو انا عاوز اخد اسم الطالب اهو اسم الطالب دبل كليك، او احنا قلنا بقى بتسحب الفلات، تسحب بس بتسيب فين؟ تسحب الحقل بتسيبه فين؟ قدام الايه؟ الفيلد او الحقل، دي اسمها الفيلد او الايه؟ الحقل، تمام كده؟ يبقى انا بسحب واسيبها قدام الفيلد او الحقل ما فيش مشكله، او ان انا بضغط ضغطتين عليها على اللي هو في الجدول هنا بضغط بيظهر، او ان انا بفتح القايمه ديت وابدا اختار منها. طيب بص كده، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الاضافه. طب لو فرض ان انت مش عاوز واحد منهم، يعني انا معلش لا انا خدت الانجليزي ده بالغلط، احنا بعد كده هناخد ان احنا ازاي نخفي. سهل خالص، ده نبص كل اللي هعمله ايه، هاجي على علامه الصح ديت قدام ايه؟ قدام امر اظهار بالعربي. اظهار بالعربي يعني ايه؟ يعني شو بالانجليزي. هاجي قدام الامر شو واروح جاي هنا مثلا مش عاوز درجه الايه الانجليزي، يبقى هشيل علامه الصح خلاص كده. طيب ما تيجي نشغل النموذج، يجي يقول لي شغل النموذج، واحد بيقول لي ايه يعني ايه شغل النموذج دي؟ بص في عندك فوق اهوت شايف علامه التعجب الحمراء اللي فوق ديت، هي ديت اسمها علامه التشغيل، اسمها تشغيل او علامه الايه التنفيذ، تمام كده. طيب عاوزين نشوف نتيجه الايه الاستعلام ده، هضغط كده على علامه التشغيل ده كده، بص ادي الاسم، درجه الكمبيوتر، درجه العربي، طبعا درجه العربي جايه في الاول لان المختاره في الاول. طيب انا عاوز احذف درجه العربي، عاوز اسيب درجه الكمبيوتر بس، مفيش مشكله، احنا قلنا عشان نتنقل ما بين طرق العرض في البرنامج بتاع الاكسس بالكامل من قائمه فيو او من امر فيو، دي الامر اللي اسمه فيو عرض اهو بالعربي فيو اهو، وهبدا انتقل هنا، هبدا انتقل من فيو لا الامر اللي هو اسمه ايه الديزاين اللي هو عرض طريقه العرض التصميم اهو. جبنا انا عاوز اشيل كمان درجات العربي، عاوز اخلي الكمبيوتر بس، تمام. يبقى الكمبيوتر والاسم اهو. طيب هاجي اضغط على الرن او علامه التشغيل ديت اسمها الرن، جاب هنا ادي درجه الكمبيوتر والاسم، تمام كده. يبقى هنا اهو قلنا ان انا عشان انشئ الاستعلام هضغط على كرييت او انشاء، وبعدين هنضغط على كيوري ديزاين، كيوري ديزاين اهيت. طيب لما ضغطنا على الكيوري ديزاين ظهرت الشاشه اهيت اللي قدامنا، فبنبدا نختار بقى تيبل جدول، ولا هنعمل الاستعلام ده من كيوري. يبقى ممكن اعمل استعلام من تيبل او من كيوري او بوث او ليه كلاهما. بعد ما بختار بضغط على الامر اللي اسمه اد، بعد ما بضغط على اد واخلص الاضافه بضغط على ايه كلوز او اللي هو الاغلاق، بتظهر النافذه بتاعتي اهي بالشكل ده. جدول مصدر البيانات اللي هو اللي فوق اللي هو الجدول اللي انت اخترت منه اللي هو كان دريات الطلاب مثلا. تحت شبكه التصاميم قلنا بتنقسم لقسمين، الجزء اللي في الاعلى الجزء اللي فوق ده هو اسمه مصدر البيانات، الجزء الاسفل اسمه تصميم الاستعلام اللي هو الجزء اللي هي شبكه تصميم الاستعلام، هو شكل شبكه. يبقى ده شبكه تصميم الاستعلام، ده المصدر اللي احنا هناخد منه البيانات اللي هي قاعده البيانات بتاعتي اللي هو الجدول بتاعي او استعلام، تمام. طيب ننتقل لاضافه الحقل، احنا قلنا اضافه الحقل هو ان انا هعمل ايه، عندي السحب والالقاء، يعني السحب والافلات هضغط على الحقل من ده الفيلد بس هسيبه قدامي ايه فيلد، تمام. يبقى عن طريق السحب والافلات هسحب واسيبه، تمام. وهنا قلنا الملحوظه دي، عند السحب والافلات يتم ملء حقل اسم الجدول تلقائي. لما احنا جينا سحبنا اسم الطالب ولا اي بقى، بصينا لقينا قدام كلمه تيبل هنا اسم الجدول دريات الطلاب، دريات الطلاب دي اجى منه يروح. يبقى البرنامج الاكسس بيملى حقل الجدول تلقائي، تمام كده. طيب تنفيذ او التشغيل قلنا ان انا بضغط على امر اللي اسمه ايه امر الرن اللي هو علامه التعجب اللي عندي دي، من الديزاين من التصميم بيجيب امر الرن منين؟ من امر ايه الديزاين او من تبويب الديزاين اهوت ديزاين، واختار امر ايه الرن، فتظهر نتيجه الاستعلام هي زي ما هي ظهرت مفيش اي مشكله. في عندي لو احنا قلنا عاوزين نخفي، قلنا بنفتح من التبويب من الامر من الامر اللي اسمه فيو، بنختار الامر اللي اسمه الديزاين، وبعد كده بنشيل علامه الصح بس من قدام الامر اللي اسمه ايه اظهار او شو. يبقى بنشيل علامه الصح خلاص كده خلصت الايه الحكايه. بعدين نضغط الرن عشان نتاكد او نشوف النتيجه، فبيبدا ان هو ايه يقلل على حسب ما احنا عاوزين الايه الماده اللي انا عاوزها. طيب اخر جزئيه معايا اللي هي المعايير او الكرياتيريا. المعايير او الكرياتيريا دي عباره عن ايه؟ الشروط اللي انت عاوزها، يعني عاوز مثلا ان انت تجيب الاسماء طالب معين،
او اسماء الطلاب اللي اسمهم احمد، او اسماء الطلاب اللي اسمه امين، او اسماء مثلا كذا، او عاوز تجيب اللي هو اكبر من 10 درجات او اللي هو اقل من زي ما انت عاوز، مفيش مشكله. تمام؟ يبقى اذا تطابق الحقل مع المعيار اللي انت عمل هيظهر. طب افرض ان مش لاقي حاجه زي اللي انت كاتبها، مش هيظهر اي حاجه. يبقى اذا تطابق السجل مع جميع المعايير او المعيار اللي انت دخلته اللي هيظهر السجل. طب لو مش طابق مش هيظهر اي حاجه. طيب هنعمل ازاي الحكايه ديت؟ من قائمه الفيو وهنختار الديزاين. ده احنا فين؟ في الاستعلام مش في النماذج. في الاستعلام من امر فيو هنختار الديزاين عشان نكتب المعايير. اي حاجه عشان نكتبها او نشتغل فيها لازم تكون في وضع الايه؟ الديزاين. وضع التشغيل ده بيتم فيه اللي هو الرؤيه فقط لا غير. طبعا حضرتك شايف كده، ده ادي الاستعلام اهوت في وضع التشغيل، مش عارف اعمل فيه حاجه اهوت، مش في حاجه اعملها. تمام؟ انا اعمل ايه؟ مش في حاجه. طيب انا عشان اشتغل عاوز اشوف بقى اعمل معيار، يعني عاوز مثلا يعرض لي اللي جايب 10 درجات بس، او يعرض لي امين. طب اعمل ازاي؟ ها نضغط هنا على اللي هو اللي فيو، امر فيو، نفتح قائمه فيو وهنختار اللي هو ايه؟ الديزاين فيو، ديزاين طريقه العرض الايه؟ التصميم. هنضغط عليها حولني للشكل ده. اجي هنا انا عامل مين؟ انا عامل الاسم ودرجه الكمبيوتر. انا عاوز اعمل مثلا ايه درجه الكمبيوتر؟ يبقى هعمل هنا كده مثلا واقول له هنا ايه اكبر من او يساوي 10. طيب تعالى هنا هو فتح اوتوماتيك ايه؟ التبويب اللي اسمه ديزاين، او احنا قلنا يتم تشغيل الاستعلام من الامر اللي اسمه نقط، من الامر اللي اسمه ايه؟ من تبويب ايه؟ التصميم. بختار الامر اللي اسمه رن. يبقى هضغط على الرن او التشغيل. بص كده انا قلت له اللي جايب اكبر او بيساوي 10، جاب لي امين وندى ومصطفى ويوسف، دول الاربعه دول اللي جايبين اكبر من 10. تمام؟ طيب ارجع لو انا عاوز اعدل في المعيار اهوت، انا قلت اربعه. طب بص كده هاجي هنا احذف المعيار ده عشان اتاكد هل الكلام ده كان صح ولا اي كلام، واضغط من هنا على الرن. ادي 1 2 3 4 فعلا اللي كانوا جايبين 10. طيب بص خلي بالك من حاجه برضو، الحته ديت مش كانت موجوده في الكتاب. لو انا هنا انا لما جيت اقول درجات الطلاب قلت لك ايه؟ اكبر من او بيساوي 10، او ممكن اكتب يساوي بس، او ممكن اكتب اكبر من او اقل من زي ما انت عاوز تكتب يعني. بس بص هنا انا كتبت الارقام عادي. طب لو انا جيت مثلا عاوز ابحث عن شخص معين او اسمي امين مثلا، او عاوز ابحث عن كلمه ندى، او عاوز ابحث اهم حاجه. طبعا لو انت عاوز تعمل اكتر من معيار، هنا معيار وهنا معيار، وممكن تكتب اي اكتر اكتر من معيار عادي زي ما انت عاوز. طيب لو انا عاوز ابحث عن ايه؟ ندى. بص كده هقول يساوي واعمل علامتين تنصيص واكتب جواهم ندى. خلي بالك من الحته دي. يبقى لازم اعمل لو انا بتكلم على حروف لازم احطها بين علامتين تنصيص. طيب هضغط على الرن ما ظهرش حاجه. ايه ده؟ كان في ندى انا متاكد. هنا ممكن بقى، هنا احنا قلنا اذا تطابق الحرف، اذا تطابق الحقل بتاعي هيديني النتيجه، لكن لو ما حصلش التطابق مش هيديني النتيجه. طب اعمل تشغيل كده تاني. قال لا هجيبها اللي حصل. هنا لما انا جيت كتبت في الاول كلمه ندى انا عملتها، بس كانت ندى هنا بالايه؟ كانت ندى حرف ياء بطه كده، مش اللي هي تحتها نقطتين. هنا ديت اللي انا كنت كاتبها في التيبل بتاعي كانت اللي عندها نقطتين، وبالتالي هنا لازم ان يتطابق الحروف. يبقى هنا لما بعمل حروف يا شباب لازم ان انا اعمل علامتين التنصيص اللي هي شيفت والطاء. تمام؟ لكن لما باجي اكتب ارقام او اعمل معايير رقميه مش شرط ان انا اعمل ايه؟ اعمل علامات تنصيص، لا لازم ان انا اسيبها فاضيه. لو عملت علامه تنصيص يبقى احولها الى نوع حرفي وهي ارقام، وبالتالي مش هينفع المعيار مش هيتطبق معايا. يبقى الحروف النوع الحرفي لازم تنحط ايه؟ علامه تنصيص. النوع الرقمي ما بينحطش عليه علامه تنصيص. يبقى اظهار نتيجه التنفيذ الاستعلام دايما بيكون من ايه؟ من الامر اللي اسمه الديزاين، من تبويب الديزاين او التصميم، بضغط على الامر اللي اسمه الرن. تمام؟ يظهر بعدها اوتوماتيك او التنفيذ اهوت زي ما احنا جبنا المثال بتاعنا. تمام؟ اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. انتظرونا باذن الله في الدرس العاشر والاخير بعنوان مشروعك الرقمي، يور ديجيتال بروجكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.